السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. وأول حاجة ما تنسونيش ملي لايك والتعليق الزوينة ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف على تعليقكم الزوينة اللي دائما كتشجعني وكتحفزني. اوكي، مشيتوا معايا في الفيديو الفايت، شاركت معكم بلي ان شاء الله باغا ندير هكذا واحد التغيير للسيجور، وشاركت معكم جوله في المحل مناش تقديت طلامط، والحمد لله الناس كاملين كيشكروه. انا ملي مشيت بالي السيد معقول بنت لي خدمته تبارك الله، داك الشيء كامل اللي حط في المحل ما لقيتش شي حاجه اللي خايبه اولا، هذا باش قلت ضروري نشاركوا معكم. هنا اول حاجه كما شفتوا غادي ندير هاد الطلميطات الكري ومخدات الكري تصبنوا. هاد البرودوي خطير بزاف، ان شاء الله راه غادي نشاركو معكم. هاد هي مات هادو، ديجا خديت شي منظفات مازال ما شاركتو معكم. زوين، كينقي مزيان، كيخلي ريحه لي هي زوينه في الفراش في الحوايج، والثمن جد 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 مناسب. ان شاء الله راه غادي نشاركو معكم هاد هي مات هادي. هنا بغيت نشارك معكم بالنسبه للمخدات اللي فصلت عند الاخ رضوان، هما هادو ما شاء الله. شوفوا لي العماره كيفاش دايره تبارك الله، الفينيسيون ما عندي ما نقول. بالنسبه ليا انا درت هنا العبار ديال 50 على 50، يعني هذا العبار هو عندي في المخدات ديال السيجور. اما الثوب راه ما نقولش لكم، الثوب شحال واعر. هاد المره درت الثوب حسن من الثوب الكريكا اللي عندي. المهم انا كنت في دايره في بالي هاد الغوز بيبي هو اللي كنت باغا ندير، ولكن ملي مشيت عنده وعجبني هذا فكرت عاوتاني لوصخ والوليدات وهذا، وعجبني هاد اللون صافي صدقت درت هذا. داك الورد حيدتو. وان شاء الله غادي نشارك معكم الاسمنه وكلشي في هذا الفيديو هذا. وكيف ما كتشوفوا بالنسبه للثوب دخل فيه الضوغي، هذا باش غادي ندخل فيه ان شاء الله ديكوراسا كدا بالضوغي. صافي هنا كما شفتوا خويت السيجور كامل سيقتو. بالنسبه للحيوطات هما نقيتهم بالسرجم حتى هو، راكم عارفين ملي كنبغيو نحطو شي حاجه جديده ضروري كنقيو لها بلاصتها. ايوا صافي هنا حليت السراجم باش تنشف ليا الارضيه، وجيت هكذا نفرش الزريبيه. بالنسبه للزريبيه اللي خديت من عنده هي هادي، وسبحان الله بزاف منكم اللي عجبتهم في الفيديو الفايت. زربيه غزاله، شوفوا راه درت في المحلات ديالو بجوج، راهو تقول واش كاين عنده شي حاجه ناقصه او لا عيانه، تبارك الله كيخدم بكلشي زوين. قال لي شوفي الزربيه زوينه ديال الخيط، ما كتقصح ما كدير ريحه، يعني راكم عارفين اغلبيه ديال الزرابي كتصبنيها كتبدل، ما كتهبطش زعما ما كتكونش فيها الريحه، وقال لي كتبقى كيف ما هي على حسابي. بالنسبه للزربيه هاد المره خديتها كبيره، الموكيت اللي كان عندي كان كيهرب حيت درتو على قياس الارضيه، ما دخلتوش تحت من هادو لي كانابي، كانت كتهرب كان كيهرب وكان رقيق. صافي هذا باش هاد المره خديت الزربيه زوينه وداخله. بالنسبه للثمن ديال الزربيه عارفاكم غتسولوني، الثمن ديالها كان داير 700 درهم. صافي هنا دزت هكذا باش نغلف بالنسبه للبونج كيما شفتو غلفتو. وهنا كنحاول نشارك معكم الثوب عن قرب، شوفوا لي الثوب كي داير حسن من هذاك اللي عندي اصلا في السيجور. الثوب واعر واعر تبارك الله، الجوده ديالو زوينه. بالنسبه لهذا السامبل داير 70 درهم، وبالنسبه للمزوق عرفتوا المزوق واعر، وكيف ما كتشوفوا يعني المبره المحفره عرفتوا واعر واعر. هذا بالنسبه للثمن ديال هذا كان داير 80 درهم. شوفوا صراحه عنده اثمنه مناسبه، عنده الغالي وعنده الرخيص كما شفتوا تبارك الله، راه المحل كبير وفيه الاختيار. وكما قلت لكم بزاف ديال الناس سبحان الله في لي كومونتير في الفيديو الفايت فاش شاركت معكم، بزاف اللي شكروه، بزاف اللي قالوا لي هو من كنفرشو دائما، يعني الواحد ملي كيخدم عندك الحاجه وكيعاود يرجع عندك يعني اكيد راه سلعتك زوينه وخدمتك زوينه. وتبارك الله انا بالي الاتقان من النهار الاول، حيت شفت الصالونات اللي محطوطين تما ديال الناس، الدراري ديالو تبارك الله كيخدموا يعني تبارك الله كيفيني. ايوا صافي جيت هكذا بديت كنقاد المخدات كما كتشوفوا. المهم عطوني الراي ديالكم، راني كنثق فيكم وكندير بهضرتكم، حتى نتوما قولوا لي شنو بان لكم، كي جاوكم اللوينات اللوينات اللي اختاريت، كي جاتكم الزريبيه. المهم بالنسبه للسيجور كما كتعرفوا ديجا دايره فيه الاحمر دايره فيه الصفر، ايوا هاد المره جاتني على هاد اللوين هذا. وحاجه اخرى بالنسبه للمخدات الكري، قال لي واحد الراس نديرهم بالديكرازي ديال لون اخر، لكم التصويره في الجنب وقولوا لي واش نديرو ولا لا. المهم بالنسبه لهاد الديكورات هادو
كنت شريتهم عند الاخ ديال منى التاويل، عجبوني الصراحه، كان جايب الديكورات واعرين، ما عرفتش 90 ولا 100 درهم باش خديتهم بجوج. صافي المهم هنا هادشي كامل غنديكوريه به داك الحيط اللي فيه داك القبز. وبالنسبه لهادو هما اللي كنت شاركت معكم في الفيديو الفايت اللي خديت عند حسن مول الورد، ملي شفتهم طرت بهم حماقيت عليهم، لان بحال الديكورات هادو صراحه ما موجودينش عندنا في اكادير. المهم قولوا لي واش متفقين معايا ولا لا، حيت انا متبعه دي باج في كازا المحمديه الرباط، تبارك الله هما عندهم زعما هادشي موجود، حنا واخا هكاك قليل او لا حتى اللي كندير هادشي كيغليهم. صافي المهم بالنسبه للحيط درت فيه هاد الديكورات هادو، المهم كما قلت لكم حاولت انني ندخل فيه هاد المره الضوغي، بالنسبه لهنا ديما كندير فيه الكري، وان شاء الله باقي خاصني شي حاجه نحطها الفوق. وبالنسبه لهاد الفولي فخديته من عند اواني المجد، ملي كنت شفتو داك النهار مقني عجبني، عنده نواغ بالضوغي وعنده البيض بالضوغي. صافي قلت انا هذا البيض هذا هو اللي غادي يجيني زوين، ودرت منه هاد لي بابيون هادو بحال هكا. المهم حنا اصلا هاد السيجور ما كناكلوش فيه، الدراري كيجلسوا كيتفرجوا قليل فين كناكلوا شي حاجه. وحاجه اخرى بالنسبه لهاد الفراشات كانوا عندي في الكوافوز داك النهار، كان صحاب اسبيروكس وانا نمسح الصغيره وهي تكشف ليا، اختكم راه زايده نوظف في الحداقه. المهم ردوا البال هذوك ما يصلحوا معاهم لي برودوي. ايوا درت هاد البليد هادي في الجنيب باش تعطي واحد الديف وواحد المهم الجاي اللوين بحال المخدات، تتقول لي كيفاش جاكم، واش زعما نخليها ولا نحيدها. وهذا هو الديكور ديال السيجور، قولوا لي كيفاش جاكم، كيفاش جاكم اللوينات، واش عجبكم معاه الضوغي. وان شاء الله كما قلت لكم بالنسبه للمخدات الكري غنحيدهم وغندير بلاصتهم اللون الغامق، راه خلي لكم الصوره في الجنب ديال اللون الاخر، باش يكون الديغرادي هكذا، غيكون غادي الديغرادي ديال الالوان كنظن انه غادي يجي زوين بزاف. المهم كنتسنى الراي ديالكم، قولوا لي كيفاش جاكم. وصراحه بحال التغيير هذا راه ما كياخذش لك، ما كيديش لك الفلوس نهائي نهائيا، يعني كتاخديتو برخيص. انا راه هنا راه غير 6 ديال المخدات وحده صغيره كما كتشوفوا، يعني تقريبا مترونس كنظن ديال الثوب. يعني ملي كديري هاد الكري بحال هكا اولا البيج، كتقدري تدخلي فيه اللوينات اللي بغيتي. يعني انا كنفضل هاد اللوينات يكون لون لي كانابي يا كري يا بيج، مع كنشوف كاين اللي كيديروا الزرق خضر احمر، ماشي اي حاجه تقدري تدخليها فيه. وبالنسبه لذاك المعطر خطير بزاف، حتى هو راه غادي نشاركو معكم ان شاء الله، راه كاين واحد الفيديو نشاركو معكم زوين بزاف. وصافي نخليكم مع الجوله، وما تنساوش تعطونا الراي ديالكم. وحاجه اخرى بالنسبه للموكيت اللي كان عندي في السيجور، رديته لبيت الدراري، وهاد الزربيه هي اللي كانت عندي في بيت الدراري، راه تعقلوا عليها، مشيت ديتها للسوق قسمتها على زوج كما كتشوفوا، ودرتها في الكولوار، لان حتى الكولوار فوق البلاكار الصغير وتحطها فيه الديكورات هكذا في الكري، يعني باش يجي هكذا مواتي مع السيجور. ما يعطوني الراي ديالكم كيفاش جاكم هاد لي طابي بحال هكا، ونيت مع البرد جاو هما هادوك، انا صراحه عجبوني، كنتسنى الراي ديالكم. وحاجه اخرى بالنسبه لهاد الكراسه ديال الكوزينه، حيت كما كتشوفوا عندي الكوزينه محلوله هكذا، قلت ان شاء الله حتى هما غادي نغلفهم بالكري، لان صراحه الكحل كيعذب، عذبوني بالمسيحه، غادي نغلفهم ان شاء الله بالكري باش يجوني بحال هكذا مع السيجور مع الكولوار كما قلت لكم، يعني هما ديجا محلولين على بعضياتهم. المهم انا هادو هما الافكار اللي عندي حاليا، حتى تقولوا لي اش بان لكم، واش فكره زوينه ولا لا. المهم كان هذا هو التغيير اللي درت السيجور، وان شاء الله كما قلت لكم غادي نتسنى التعليق ديالكم.
وهنا وجدت راسي خارجه ان شاء الله غادي عند بيت العسل. كما كنقول لكم دائما احسن واحد في السوق، منتجات اللي زوينه بزاف، واكثر حاجه كتعجبني عندهم هو انه عندهم منتجات اللي طبيعيه وكيخدمهم هو بيديه، يعني ماشي شي واحد اللي كياخذ السلعه وكيعاود يعاود فيها البيع. ان شاء الله خاصني عنده هكذا شي حويجات نشاركهم معكم، وان شاء الله نشارك معكم الجديد اللي كاين حتى في المحل. تبارك الله، انا بيت العسل منتجاته طوب والله، كنجربهم وكنعاود ناخذهم شي حاجه اللي زوينه. هنا من بين الجديد كاين هذا السيروم، هذا هذا بالفواكه، عرفت ريحته شحال فنة. كاين خلاص ديال الياسمين وكاين ديال العود، ولكن بين الجديد كاين هذا ديال الفواكه، ريحته غزاله. عرفتي ريهام جبته للدار صافي لصقات لي في ريهام، قالت لي هذا ناخذو انا، حتى هي كديرو هكذا في الصباح ملي كتكون غاديه مدرسة كديرو شعرها، صراحه زوين. وحاجه اخرى اللي غنشارك معكم، انا كنشارك معكم داكشي اللي انا مجربه، هاد الزيت شحال مره شاركت معكم ديال التدليك، بالنسبه للثمن ديالها دايره 40 درهم، زوينه بزاف الناس اللي كيضرهم ظهرهم ركابي زوينه. وكذلك عندهم مسك الطهاره، عندهم ثلاثه ديال الروائح فني حتى هما، هادو ديجا واخدهم من الجديد اللي لقيت بيت العسل مدخل هو هاد لاكام هادي ديال لاكام ديال عرق السوس، هضر لينا عليهم. المهم دابا اللي جا لاكام ديالو كامله كتبدا من الزيت حتى للكريم. المهم بالنسبه للسيروم هذا راه كيصلح للشعر والوجه، كذلك عرق سوس كيصلح غير للوجه بوحدو، مزيان هو كيصفي وكينقي. بالنسبه للقماش راه مزيان الناس اللي عندهم الكلف اللي عندهم دوك ليطاش راه مزيان لهم القماش، والكريم راه مزيان للجسم كامل، اللي عنده ليطاش حتى هو راه مزيان اللي عرق. لا راه سمعت عليه بزاف مؤخرا كيقولوا زعما زوين، ما انا فيه ديال زوينه يصلح هذا حتى الوجه ياك القريب. الوجه والجسم 120 كيبقى ب 80، السيروم والزيت 60 درهم وهذا 60. صراحه اسمنا زوين الشعر، هذا زيت الحشيش، جميع المشاكل ديال الشعر زيت الحشيش، تساقط كلشي، تساقط واعر هو الشعر، هو راه كاين نيت في ديك الزيت ديال الشعر اللي دويتي عليها. هادي هي الزيت اللي دائما كنشكر لكم، واعره هادي راه حتى هي فيها زيت الحشيش. فيها زيت الحشيش اللي باغي يستقل على الحشيش بوحدو راه كيديرو. هذا الجديد، هذا من بين الجديد، عندي السيروم ديال الشعر دابا راه ولا السيروم ديال الوجه. شفتي هذا السيروم راه كيكون ديال الوجه كيكون خفيف باش يدخل مع البشره. واكيد امنوا دائما كنشكر لكم، واعر نكمل معكم في هادي نفس الثمن ياك؟ نفس الثمن. شحال؟ 60 درهم، تبقى ب 60. 60 درهم، نورمالمون راه دايره 80 ياك؟ لا هذيك غادي برا، نعم. كان 80 درهم، غيبقى ب 60. واعره هادي، واعره، هادي راه ما كنستغناش عليها، كنديرها أنا وريهام، كيديروها حتى الدراري الصغار زعما 4 سنين فوق. والناس اللي دايرين بخوطين راه واعره هادي. هذاك املو ديال كوكو ولي شو؟ هذا زيت شويه على الشوكولا. هذا املو واعر زوين، شحال داير هذا الكيلو؟ هذا 50 درهم يبقى ب 40 الكيلو ياك؟ 50 ياكم البيع يبان لك الثمن. وهذا؟ هذا 120 درهم. 120 هانتوما. هاهي 150 من طرف 120. اللي جا من طرف يخلي 120، هذا راه ما يمكنش شحال واعر. هادو كذلك حتى لي قماش كما كتشوفوا، هادو كامل لي قماش ياك؟ هادو بحال العاده ديما قماش، دابا اللي تزاد فيهم هو عرق سوس، تزيدنا الودعه. وجبنا بلاصه عرق سوس، صراحة عرق سوس مؤخرا شفت الناس بزاف كيهضروا عليه، عندهم انا فيه بزاف، واكيد محبوب الجماهير. وكاين عنده واعر هذا، هذا راه ما كنستغناش عليه انا، واعر كيبيض وكينقي الوجه وكيرطب. وعندو كريم ايدغاتونت هذا اللي كندير انا، واعر هذا، واعر كيبقى لك واحد الترطيب واعر في البشره ديالك، كنديرو في الصباح وبالليل. هذا ماسك ديال العكر الفاسي، ماسك هذا كاين عندي هذا زين. وكاين كذلك بالنسبه لي ماسك عندو فيهم
واحد الاختيار الكبير يعني حسب الاحتياجات ديال البشره ديالك. عنده هاد كريم تحت العينين كنديرو الفمي واعر هذا واخده عنده من شحال هادي، وعنده كذلك كريم ضد التجاعيد بالتين الشوكي. المهم هو كتقولي لي المشاكل اللي عندك في البشره ديالك وهو كيعاونك. وخلاص صابونات كاينين ديال الكبريت هادي راه زوينه الحبوب، غير هي ما تكثروش منها جوج مرات في السيمانه. عنده ديال النيله، عنده العكر الفاسي، عنده ديال عرقسوس، ديال الارغان تبارك الله الصابون عنده زوين. وان شاء الله راه اي برودوي كان في المحل ملي كتقولوا لي من طرف وي ام راه كينقص لكم على الثمن الاصلي. بحال هاد الزيت دايره 80 درهم غادي تبقى لكم ب 60 درهم. والتبريمه اللي كان حماق عليها هذه حتى هي راه الثمن ديالها الا قلت لي من طرف وي ام غادي يخلع لكم كنظن ب 30 درهم او 40. وعندو هاد زيت الكوك عندو زوينه بزاف. عندو كذلك زيت 60 الشوكي، هادي راه خطيره عندو تبارك الله، راه كطير من عندو شي حاجه اللي زوينه. كما قلت لكم بالنسبه لبيت العسل خصك غير تقولي لي مثلا شنو محتاجه البشره ديالك هو راه كيعاونك. بالنسبه لهاد لي سيروم فيتامين سي وفيتامين او كاينين عندي حتى هما زوينين. وخلاص راه تبارك الله دائما كيزيد الجديد في لي سيروم. صراحه جاب شي وحدين وارين وريحتهم زوينه بزاف. وكذلك ديال عرقسوس حتى هو راه من بيت جديد، لان تبارك الله عرقسوس عنده فوائد بزاف على البشره. وخلاص الماورد عنده زوين، فيما كنغسل وجهي كنرشو زوين بزاف. كذلك عنده حتى زبده الشيا زوينه حتى هي، المهم شفتها. هذا كريم غاطونت اللي كناخذ من عنده دائما. عنده كذلك هذا كريم مغذي بزيت الارغان، هذا راكم عارفين دابا وقيته ديال البرد كتنشف لينا البشره ديالنا ما كتبقاش بحال يعني بحال الصيف. وهذا المهم هذا مرطب وهذا مغذي، يعني كما قلت لكم حسب البشره ديالك واش جافه او لا. هذا الارغان جميل يصلح للوجه والشعر، وكاين هذا درناه بالجاردينيا، هذا بالبارفان بريحه الجاردينيا، وعندنا البيت ديال الياسمين ريحته واعره. هما هادو ياك هذا العود والياسمين، انت عرفتي الريحه في السيروم راه هما اللي في السيروم رزنا عليهم هاد الجاردينيا. وراش كيصلح هذا؟ هذا الوجه والشعر، زيت ارغان جميل مزيد عليه ريحته فين هذا. المهم هذا راه مبين جديد. المهم بقيتو يلا صوب الحصان باقا جديده، هذه ديال الدراري الصغار ياك؟ ديال الدراري الصغار مع الكاز زيد فيها الشكلاط ياك. واو انت ديك اللي خديت عندك ديك المره عجبات هذه مزيانه. بالنسبه للثمن ديال هذه دايره 120. قول لنا كاع المكونات اللي فيها. باقا جديده مقرصه. شتي المقومات ديال سليلو غير محيد الصوجا وزدنا الشكلاط وسميتو الشوكولاته والزيت ديال الزنجبيل. حبيت حلاوه بعد الاكل ياك مكمل غذائي. مكمل بعد الماكله. بعد الماكله هادشي باقا جديده مقرمشه. هذا باك بارغان. زوين هذا دابا. هذا ديال ارغان، زيت ارغان جميل. وهذا كريم عادي ديال الوجه، وهذا تحت العينين اللي قلت لك عليها كتكون تحت العين، وهذا القماش كيتعطى بحال المهم كيتباع باك بحال هكا. تعطيه كادو العروس هكا شي مناسبه زوين صراحه. هما هذاك 200 درهم كان في 300 غادي يبقى ب 200 درهم هكا كيتباع بهذا الباك. كيتباع كل شيء هكا. زوين صراحه. وهذا اللبان. اللبان هكا غير بلاصه الزيت درت السيروم. هنا درت زيت ارغان، هنا درت السيروم باللبان. وهذا بحال كريم تحت العينين والقماش. هذا كيحيد ديك الزروبيه ديك لسه. ديك الكحوليه اللي كتكون تحت هنا. ولكن زوينه هذه اللي خديت عندك ديك المره. لا هذه واه هي ديك زوينه وجديده. هذه ديال المكناس. وهاني يلا رجعت للدار، دابا غادي نشارك معكم دغيا شنو خديت من عند بيت العسل. انا صراحه غنمشيت على املو والعسل والزيت البلديه. الزيت البلديه كما كتشوفوا راه تسالت ليا هانتوما، بقى عندي شويه. وجربت عنده الزيت البلديه داك النهار حمقاتني، الزيت عنده واعره وباقا جديده. بالنسبه للثمن ديالها دايره 90 درهم، ولا داك النهار سولت عيط واحد السيد في الشارع قال لي 95. المهم غنشارك معكم دغيا شنو خديت من عنده. خديت من عند بيت العسل.
هو هاد املو، هاد املو ديال كاوكاو عرفتو ملي ضقتو راه واحد المذاق واعر. املو بكاوكاو بالعشوب زوين صراحه، حتى الثمن اللي ديال ليه زوين، ملي ضقتو عجبني واعر واعر. مي وحدت هذا ديال كاوكاو، انا اصلا سبحان الله كيعجبني كاوكاو في الحلويات شحال من حاجه، هو زعما سبحان الله المذاق ديالو كيعجبني كل واحد هو. وخديت عنده هذا ديال اللوز، هذا اللي ما كيخطانيش واعر، هذا خصوصا الدراري كنعطي لهم في الفطور شي حاجه اللي زوينه وصحيه، فيه اللوز، فيه زيت ارغان. صراحه املو ديالو راه ما يمكنش شي واحد يذوق املو ديالو ما يحماقش عليه. المهم خديت كيلو ديال هذا ديال كاوكاو، كيلو ديال اللوز، وهذا رجلي واخا هكاك ما عندوش بزاف مع الحلاوه، خديت هنا نص كيلو ديال املو مسوس. يعني الناس اللي عندهم السكر ولا هذا راه ممكن ياخذوا مسوس، ولا انت كتاخذي مسوس وكتزيدي عليه العسل، يعني حسب الحلاوه اللي بغيتي انتيا. راه عندهم مسوس لا في هذا ديال اللوز ولا في ديال كاوكاو. خديت الحصه داك النهار خديتها الدراري عجباتهم، وصراحه شي حاجه اللي زوينه وتبارك الله ربي بيت العسل. كما كنقول لكم دائما كلشي كيخدموا بيديه، مواد اللي كلها طبيعيه ما تخافي منها حتى شي حاجه. خديت من عنده الحصه حيت ديجا داك النهار فاش خديتها للدراري عجباتهم. الاخر اللي خديت هو العسل ديال الربيع. المهم صراحه العسل ديالو واعر، واخده من عنده ديال الكاليبتوس، كاليبتوس ديال الضغموس. المهم العسل صراحه عنده زوين، وعسل الفري. المهم هذا ديال ربي. وخديت الزيت البلدي، شوفوا الزيت تبارك الله اللون ديالها، راه من اللون ديالها غادي تبان لكم. شوفوا هذه الزيت البلديه، عنده الزيت البلديه ديال مكناس. المهم بالنسبه للزيت البلديه ضروري تجربوها، بلا جربتوها ردوا عليا الخبر. كثرت ما عجبتني عاودت خديتها من عنده، وسبحان الله حتى الناس زعما اللي خداوها من عنده شكروا على الزيت البلديه ديالو واعره. خديت هنا الصابون البلدي بالعكر الفاسي، عنده الصابون البلدي بالنينه وبالعكر الفاسي، انا صراحه كيعجبني العكر الفاسي. وخديت كذلك التبريمه اللي كنحماق عليها، راه ديما كنشكر لكم على التبريمه هذه ديال العكر الفاسي، حتى هي التبريمه الصحراويه واعره وفيها عشوب، مع كتحليها كتشمي ديك الريحه ديال العشوب، عرفتوا كي كترد الجسم. راه ما يمكنش الناس يجربوها، خليو ليا لي كومونتير. تماما ولات مدمنه عليها. وخديت من عنده كذلك السيروم ديال هذا السيروم ديال الشعر بالفواكه. كما كتشوفوا كناخذ عنده دائما ديال العود وديال ياسمين، هاد المره عنده بالفواكه. عرفتوا واحد الريحه، واحد الريحه فنه. المهم بالنسبه للمنتجات كاملين ديال بيت العسل، كما كنقول لكم دائما ملي كتقولوا لي من الطرف ويام، راه كلهم كينقص لكم على الثمن اللي حط في المحل. بحال دابا هذا راه ديال شي 120 درهم، الا قلتو لي من الطرف ويام غادي يخلي لكم 70 درهم. كذلك الزيت ديال التساقط ديال الشعر، ما خديتوش من عنده هذه المره حيت باقا عندي، الا كنديرها انا وريها واعره ديك الزيت راه ما يمكنش. حتى هي بالنسبه للزيت ديال التساقط الشعر، الا قلتو لي من الطرف ويام غادي يخليها لكم 60 درهم، خطيره ديك الزيت. وصافي خديت هنا الكريم ديغاطونت اللي دائما كناخذ من عنده، هذا راه شي حاجه اللي معتمده عندي. وهنا خديت لاكام ديال عرقسوس. كما قلت لكم مؤخرا كنلاحظ بزاف ديال الناس كيشكروا زعما، يعني كيهضروا بزاف على الفوائد ديال عرقسوس. المهم خديت هنا الكوماج، وخديت الكريم مرطب بالنسبه لهذا راه كيتدار للوجه والجسم كامل، وعندو الصابونه ديال عرقسوس. الناس اللي عندهم مشاكل في البشره ديالهم هذا لاكام ديال عرقسوس شي حاجه اللي واعره. وخديت هذا السيروم هذا ديال الوجه، هذا واعر عرفتي، ملي شميت ريحته واحد الرطوبيه غير هذا. قال لي يعني ما كيبغيش الشمس نهائيا، ديريه مثلا بالليل او ليله غدوزي النهار في الدار، هادشي اللي كاين. المهم هادو خديتهم باش نجربهم، وان شاء الله راه غادي نعاود نهضر لكم على الفوائد ديالهم. وديجا راه كاين عندي السيروم ديال عرقسوس. وصافي هذا ما كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم، وما تنسونيش ملي لايك والتعليق الزوينه ديالكم. وهنا غنقول لكم السلام عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله.